قبل 3 أعوام كان لصرخات هذا الرجل المطالبة بالتغيير صدى في شوارع صنعاء، لكنه الآن يعيش ظروفا صعبة دون تعويض يوفر له حتى قيمة العلاج. صرخات الألم جراء الإصابة بطلق ناري في عموده الفقري لا يبلغ صداها خارج هذه الغرفة التي لا يصل إليها ضوء الشمس. كل يوم أموت باليوم والليلة 125 مرة من شدة الألم، من شدة ما أعاني. الأمل بالله عز وجل كبر، ثم في الحكومة الوفاق أنهم يعالجوني يا أخي ويدوا لي متطلبات العيشة. تعبت أنا خلاص. تفاقم مشكلة الجرحى دفع بعضهم إلى الاحتجاج بطرق شتى، وصلت إلى حد مقاضاة حكومة الوفاق. حتى الآن طبعا صدر حكم ل 59 جريح، وقبله صدر حكم ل 11 جريح. 90% من هؤلاء حتى الآن لا زالوا يعانوا من إصاباتهم. ضحايا أحداث الثورة في اليمن بالآلاف كما تقول بعض المنظمات. صحيح أن بعضا قد تلقى المساعدات، لكن هذا الإرشيف يضم ملفات الكثير ممن هم بحاجة إلى رعاية دائمة أو السفر للعلاج في الخارج. بقية الحالات التي ما زالت بحاجة إلى تدخل جراحي أو رعاية طبية تصل إلى 2000 حالة. الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية سواء عن طريق المؤسسة أو عن طريق الجهد الحكومي أو المنظمات الأخرى هو يأتي في إطار معالجات كانت وقتية، وكان في هناك تقصير في تأخير رعاية الجرحى. السلطات أعلنت عن إنشاء صندوق لرعاية ضحايا الاحتجاجات، لكن إغلاق ملف الجرحى ما زال يتصدر أبرز مطالب البعض. لم يبقى في هذا المكان الذي كان قبلة للمتطلعين للتغيير سوى صور تذكر بمن ضحوا بأجسادهم أو جزء منها ثمنا لذلك. ومع كل عام يمر من عمر الثورة يتطلع الجرحى إلى غد يحمل لهم كرامة واعترافا بالجميل. محمد القاضي، سكاي نيوز عربية، ساحة التغيير بصنعاء.